الآن يمكنك حجز الاسم التجاري عن طريق تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهاتف الجوال. فقبل البدء في تأسيس أي منشأة تجارية، يجب أن يقوم المستثمر باختيار اسم لها وفقاً لمجموعة من الضوابط والقواعد. لحجز اسم تجاري، ما عليك سوى الضغط على خانة الخدمات العامة ثم اختيار خدمات المستثمر. بعد ذلك قم باختيار حجز اسم تجاري. قم بالاطلاع على الإرشادات التي تحدد كيفية تقديم الطلب والخطوات التي تليها. أولاً، اختر نوع المنشأة التي تود اختيار اسمها التجاري، مع العلم أن مدة الحجز هي 180 يوماً. بعد ذلك قم بالبحث عن النشاط التجاري المرغوب، حيث يمكنك اختيار أكثر من نشاط مع الانتباه إلى الرسوم الخاصة بكل نشاط. بعد الانتهاء من اختيار النشاط أو النشاطات المطلوبة، اضغط على إضافة، ثم قم بإدخال الاسم التجاري باللغتين العربية واللاتينية، مع تحديد إذا كان اسم العلامة التجارية أجنبي. في حالة كانت العلامة التجارية مسجلة، يجب إرفاق ما يفيد بملكيتها أو حق الانتفاع بها. عند الانتهاء يمكنك استعراض ملخص عن طلبك لمراجعته قبل تقديم الطلب. سنقوم بإرسال رسالة نصية على هاتفك الجوال تفيدك بتحويل طلبك للدراسة. سيقوم موظف الوزارة بمراجعة طلبك وإبلاغك عن الحاجة لأي معلومات إضافية إذا لزم الأمر. عند الموافقة على طلبك، ستتلقى رسالة نصية تفيدك بأن المعاملة قد قدمت لتحصيل الرسوم. بعد ذلك، قم بالدخول إلى متابعة المعاملات ضمن خدمات المستثمر الموجودة على تطبيق الهاتف الجوال لإتمام عملية الدفع. بعد سداد الرسوم بنجاح، سيتم إرسال بريد إلكتروني لك يحتوي على نسخة من شهادة حجز الاسم التجاري